هيئة البحرين للثقافة والأثار استعداداتها لانطلاق مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته 32، والذي تبدأ فعالياته في الأول من شهر أكتوبر للعام 2023، مقدما أمسيات وحفلات من مملكة البحرين ودول الخليج والوطن العربي والعالم. وللحديث عن الانطلاق مع حفل ليلة في فيينا التي تحييها أوركسترا البحرين الفيلهارمونية، ينضم معنا عبر الهاتف المايسترو الدكتور مبارك نجم، قائد أوركسترا البحرين الفيلهارمونية. أهلا ومرحبا بك دكتور في النشرة الثقافية، وهل لك أن تطلعنا أكثر عن حفل ليلة في فيينا؟ أهلا وسهلا بكم وتحياتي للمستمع الكريم. وطبعا هي ليلة افتتاح المهرجان، بتشترك في أوركسترا البحرين الفيلهارمونية بتقديم ليلة سميناها ليلة من أو A Night in Vienna، يعني ليلة في فيينا. والقصد منها طبعا فيينا معروفة والإسهامات في الموسيقى في فترة العصر الكلاسيكي كانت وايد واضحة، خصوصا من خلال أعمال موزارت وأعمال هايدن وشوبرت طبعا في العصر بداية العصر الرومانتيكي. على العموم يعني هي طبعا أيضا شراوس معروف بالفالسات الجميلة ورقصات اللي قدمها للتراث الموسيقي العالمي، فهي بتكون ليلة كلاسيكية تختلف عن طبعا برامج الأوركسترا اللي قدمناها قبل. وإحنا طبعا من خلال الأوركسترا كل حفل نقدم شيء جديد. الحفل السابق كان موسيقى الأفلام، والحفلات اللي قبل يعني فكل حفل لها طابع مختلف. هذا الحفل مركزين على الموسيقى من فيينا، يعني كل أو من النمسا بشكل عام، فجميع المؤلفات والأعمال الموسيقية اللي بتعزف الأوركسترا من فيينا، من مؤلفين للأوركسترا من فيينا. وعندنا طبعا ايضا عزف منفرد، بنقدم آلة جديدة لاول مرة للجمهور. واحنا طبعا في كل حفل نقدم سولو على آلة منفردة، فبتكون هالمرة آلة اسمها فاغوت او باسون، بنقدم من اعمال موزارت. لكن يعني انا بوضح للجمهور ان هي مثل ما قلنا ليلة كلاسيكية، لكن الأعمال جدا خفيفة وجميلة ورشيقة وشيقة. وطبعا هذه مهرجان موسيقى، وإحنا أكدنا أن احنا نكون متميزين في مهرجان، ويخص هذا المهرجان يخص الموسيقى، فلذلك حبينا أن احنا نتميز بهذه المؤلفات اللي بنقدمها. وطبعا ندعو الجمهور كله أنه جمهورنا الحبيب يحضر هذا الحفل، والتذاكر طبعا متوفرة في محلات فيرجن ميكاسور ومتاحة للجميع من خلال طبعا الموقع الإلكتروني لهم أو مباشرة من المحلات. وإن شاء الله هذه المشاركة بتكون شيقة وجميلة، وإن شاء الله أيضا يعني بنقدم في الحفلات الجاية أيضا أفكار جديدة وأعمال جديدة. نعم، المايسترو الدكتور مبارك نجم، قائد أوركسترا البحرين الفيلهارمونية، شكرا جزيلا لك. اختتمت مساحة الرواق للفنون برنامجها الإقامة الفنية مطبخ الفن بلقاء الفنانين المشاركين في مطبخ الفن مع الفنان جعفر العريبي والفنانة الدكتورة مياسة السويدي والفنانة مريم النعيمي والفنان علي حسين. واصطحب الفنانون الحضور في جولة مفتوحة تتمحور حول صنع الأعمال كعمل فني في حد ذاته، وشارك الحضور بأفكارهم ونظرتهم وتأملاتهم بشكل مباشر وتفاعلي مع الفنانين بما يصب في الصورة النهائية للأعمال الفنية المعروضة. تعتبر مهنة صناعة السلال من الحرف اليدوية البحرينية المتوارثة عبر الأجيال منذ القدم، وخاصة في المناطق التي تتوفر فيها النخيل بكثافة. وفي العام 2022 قامت هيئة البحرين للثقافة والأثار بترميم البيت ليكون مقرا لهذه الحرفة البحرينية الأصيلة في قرية كرباباد وبين مزارعها.
يحرص الحاج إبراهيم الشجار وعائلته يوميا إلى العروج إلى بيت السلال في قريتهم في كرباباد لممارسة حرفة صناعة السلال والسفة التي توارثوها عن أجدادهم. هذه الحرفة تعلمتها من الوالد، زين صار لي يمكن 40 سنة تقريبا رزقنا عليها، وعندنا هالسبابي قدلين، شوف نفس ده السباق يحطون فيه الرطب حق السوق، يعني قبل إذا بودون السوق يحطون الرطب فيه وودون السوق يبيعونه. وعدنا التشيس نفس دي معلقة حق الطيور اللي صار، يعني مو إنه يخلون الطير مدين فيه، إذا بودون السوق يبيعونه يخلونا فيه وودونا. عندش الإسلال الكبار بعد مال قبل ما في كباته، حطونا في السلة نفسها وصكون عليها. هالمواد اللي نستعملها اللي هو العسق مال النخلة نفسها، شوف دي العسق اللي يجي فيها الرطب هني، نجيبها ونسحتها نسوي ناعم نفس هذا حق البداية، إذا صار ناعم إنه يكون سهل حق اللفاف في البداية. وعندنا الخوص مال النخلة اللي هو لازم يكون الأبيض اللي في وسطة النخلة نفسها. ويعد بيت السلال في الأصل هو بيت الحاج سلمان الواقع في قرية كرباباد المشهورة بهذه الصنعة، وحرصاً من هيئة الثقافة والآثار على المحافظة على المهن التراثية البحرينية قامت بترميم هذا البيت الذي يتكون من طابقين، حيث يعمل الرجال في الطابق الأول على صناعة السلال من العسق والسعف، في حين تعمل النساء على صناعة السفة والخوص في الطابق الثاني الذي يوجد به أيضاً مساحة لتقديم الورش التدريبية. طبعاً الوالدة ويا خواتي عن نفسهم يشتغلون في نفس الشغلة من خوص، بس إنه يكون سفرة، إن شغلها مو خشن يعني نفس ده، هذا خشن يعني صعب على الحرمة إنها تشتغل فيه في الحناي في البداية، بس ديك الحرفة شوي إنه سهلة ليهم الحريم. طبعا هالمهنة هذه ما اقدر اتخلى عنها الى الابد، هذه كان صارت في روحي عبارة اشتغلها ما اقدر اهدها ابدا. سواعد بحرينية تصنع وتعمل بجد للمحافظة على امتداد ارث اجدادها وتاريخ مملكة البحرين العريق. انطلقت مسابقات وفعاليات مهرجان ومزاد ليوا للتمور في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في دورتها الثانية التي تستمر حتى 30 من الشهر الحالي، كما استقبل المهرجان في يومه الأول ما يزيد عن 15 طنا من التمور الفاخرة القادمة من مزارع الإمارات. ويضم المهرجان 19 مسابقة متنوعة خصص لها 156 جائزة بقيمة تتجاوز 4 ملايين درهم، بالإضافة إلى ذلك يقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات التراثية والترفيهية المصممة للزوار.